سميره رزق. هادي الوليدات مراض وعندي هاد الولد الكبير طالع في 20، عنده 19 طالع في 20، امراض عقليه. ندوق زالين في اي سبيطار وكيخرجوا لي نديروا ليه، درت المره الاولى احتياج وما ب 10000 ريال ولا ما فحاليش. قالت لي الوالده انا ما كانش نخرج لنبيع ديك الساعه لا والو، الوقت اللي درت ثاني الرميد داروا لي فابور في الرميد ما كيقولوش. دابا نوريك الوراق اللي عندي دابا كاين في الميكا ديال دري واحد، انا ما قارياش كيدوزوا لي. درت في هذا درت ليريم بالرميد داروا لي فابور حتى على الرميد. مطلقه خارجه بكري جبتو ملي كان صغير، ما عمرو ما صرف عليهم ابدا. لا دعيتو في المحكمه ديال العين الصبح في الهروين في بني عشوائي بالراكه. ضروري الوالده الا جبت شي حاجه خصني نعطيها حتى هز ليا واحد الدري اخر. اللي قسم لها كنقسم مع الوالده. كنبيعها كلينيكس في اي بلاصه، بلاصه اللي كترشق لي كنمشي، مره مدينه مره البرنوسي مره سيدي عثمان. ما كيدير لي والو كلينيكس، ما فيه والو. الدواء عندي الدواء لي كوش بزاف والو. الناس اللي كيبحكم كل واحد وكيعطيني شويه وصافي. كرسه بزاف، هادشي اللي كنقول لك راه صحيح ماشي كذوب. معاني مع الدري اللي كتشوفي فيه قدامي لي كوش الدواء اي حوايج كلشي واكثر اللي كوش. اللي كوش راه نديك حتى البيت وتشوفي اللي كوش اللي كنجيب لك. لا بزاف مريض بزاف دابا، راه مرض ليا بزاف. لا كيضربني انا بعض النواس كيغوت، وانت كتسمعي فيه دابا عاني بزاف.